السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله المستحقين شرفا. أهلا وسهلا بكم. في البداية أهنئ الأمة الإسلامية بهذه الأيام المباركات وليال عشر. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر. إيه هي الليالي العشر؟ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، أيام جعلها الله سبحانه وتعالى فرصة عظيمة للتقرب منه. بمعنى إيه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء. لكن خلينا نقف عند الحديث ده: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. كتير مننا لو بينه وبين واحد تاني علاقة طيبة وعاوز يهدي حاجة أو يتقرب منه، بيتخير الوقت، تخير الوقت الطيب المناسب للشخص التاني، وبيقدم له هدية فيها أو بيتقرب إليه في هذا الوقت. تخيل كده، ولله المثل الأعلى، إن أحب الأوقات إلى الله في طوال العام العشرة دول، العشرة الأوائل من ذي الحجة. أي عمل صالح يتقرب فيه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى ومقبولا، وله أضعاف مضاعفة من الثواب. ما من أيام العمل الصالح فيها أي ما كان قليل أو كثير أحب إلى الله من هذه الأيام. يبقى إذن إحنا بنتكلم عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، نعمل فيها إيه؟ إحنا عايزين نحط مع بعضنا كده برنامج ديني نمشي فيه على شيء معين في خلال العشر أيام، بحيث إن إحنا نصل فيه إلى ارتقاء روحي ونفسي، نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يحبه. اكتب معايا، لو احنا عايزين نتقرب الى الله في خلال العشر ايام نعمل ايه؟ اول حاجة خالص ان احنا نصوم العشر ايام. مش معنى الصيام يعني؟ لان الصيام من العبادات المهمة جدا التي يتقرب بها الانسان الى ربه. طب ازاي؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي يقول ايه عن رب العزة: كل عمل ابن آدم له الا الصوم، فانه لي وانا اجزي به. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش ثواب الصيام، جعله بينه وبين العبد. ده في ملحنية متعلقة بالصبر. ربنا قال في الصابرين إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. برضك ما ذكرش ليهم أي جزاء، جعله بينه وبينه يوم القيامة. يبقى إذن الصيام مش مذكر له ثواب محدد. ده ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل له جزاءً كبيرا يوم القيامة، عبادة سرية بين العبد وبين ربه. بالتالي من أفضل العبادات اللي احنا بنتقرب بها إلى الله في العشر الأول إن احنا نصوم العشر أيام. طيب خد ديت، انت تعرف إن الصيام بيساوي ربع العبادة؟ إزاي؟ في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصبر نصف العبادة. فواحد دلوقتي يقول لي: طب ده الصبر، ايه علاقة الصيام بالصبر؟ اقول لك في حديث تاني بقى عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام نصف الصبر. يبقى اذا لما يكون الصبر نص العبادة وان الصيام نصف الصبر، يبقى الصيام ربع العبادة، وبالتالي من افضل العبادات التي يتقرب بها الانسان الى ربه سبحانه وتعالى الصيام. حتى سيدنا النبي يقول في حديث جميل جدا عن رب العزة، يقول ايه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وبالتالي نقدر نفهم العلاقة بين الصيام وبين الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بس خد كمان ديت، الصوم اليوم الواحد، إنك تصوم يوم واحد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بيباعد الله سبحانه وتعالى بينك وبين جهنم 70 خريفا. تخيل 70 خريف بصيام يوم واحد بس من أجل الله سبحانه وتعالى. تخيل بقى 9 أيام، لو ضربنا 70 في 9 هيدونا كام؟ 630. 630 خريف بعيد بينك وبين جهنم بسبب صيام 9 أيام. جميل؟ يبقى إذن أول عبادة بنتقرب بها إلى الله في خلال هذه العشر صيام هذه 9. طيب مش هقدر أصوم 9 أيام، مفيش مشكلة، صوم 2 وخميس.
طيب هل ممكن واحدة يكون عليها أيام من رمضان وتصوم الأيام دي بنيتين؟ ينفع، وينفع كمان بثلاث نيات. إزاي؟ أقول لك بنية اللي عليها، وبنية إن هم من عشر ذي الحجة، وبنية الاثنين والخميس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده أول حاجة من الحاجات اللي احنا ممكن نتقرب بها إلى الله. تاني حاجة قراءة القرآن، الحرف الواحد بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم، دول ثلاث حروف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف إلى ما يشاء. يبقى إذن نجعل لنا قسط يومي من قراءة القرآن ولو ساعة. طب إيش معنى ساعة؟ الساعة دي تقرأ فيها ثلاث أجزاء، الجزء بياخد عشرين دقيقة منك، لو قلنا ساعة يبقى أنت هتخلص إيه؟ ثلاث أجزاء، ثلاث أجزاء في اليوم في خلال العشر أيام، يبقى أنت ختمت القرآن. وهنبدأ القراءة في الليلة، الليلة الأولى من ذي الحجة اللي هو آخر يوم من أي من أيام ذي القعدة، بحيث أن احنا نختم القرآن في ليلة العيد. آدي حاجة عندك تانية، الصدقة. إيش معنى الصدقة؟ الصدقة دي فيها أمر عجيب جدا يا جماعة، بتمثل الوقاية وبتمثل العلاج. إزاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقيك مصارع السوء. الصدقة دي من صنائع المعروف، فأنت كده هتجعل في وقاية بينك وبين مصارع السوء. طب أنا ما عملتش ده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل، بيبين إن هي بتمثل كمان العلاج، داووا مرضاكم بالصدقات. يبقى من الأمور التي تقرب العبد من ربه في خلال هذه العشر الصدقة. الصلح بين الناس، إنك تقوم بالإصلاح بين الناس، ده من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه. وبالتالي ربنا بيقول إيه؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ليك اتنين صحابك زعلانين، اصلح بينهم. أخوك واختك متضايقين من بعض، اصلح بينهم. والدك ووالدتك متضايقين، اصلح بينهم. أي شيء، الصلح بين الناس في خلال هذه الأيام له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي نتقرب بها إلى الله في خلال هذه العشر بر الوالدين، ده الدرجة التالية لطاعة الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى بر الوالدين وخدمتهم والصبر على تعبهم، ده من الأمور التي تقربك من الله سبحانه وتعالى، ولها عظيم الثواب عند الله. من ضمن الأمور اللي هنحطها في الجدول بتاعنا برضك زيارة المرضى. زيارة المرضى من الأمور المهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى أعد لهذا الإنسان الزائر فضل عظيم عنده. صاحبك عيان روح زوره، أختك مريضة روح زورها، خالك خالتك أيا ما كان، والأقربون أولى بالمعروف. مفيش حد عندك مريض، روح مستشفيات وزور المرضى، مفيش أي مشكلة في خلال هذه العشر. إيه تاني من الأمور التي نتقرب بها إلى الله؟ قضاء مصالح الناس. قضاء مصالح الناس، اقضي مصلحة أخوك، امشي في مصلحة أختك، وبالتالي قضاء مصالح الناس عند الله سبحانه وتعالى كما في الحديث أفضل من أنك تعتكف شهر. يبقى إذن يا جماعة اوعوا تعدي عليكم العشرة دول من غير أنك من غير أن تغتنموها في سبيل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.